السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من الرحامنة. يا سلام على مشاهد، اللهم بارك اللهم بارك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. صراحة مشاهد جميلة، خاصة غير الشتاء، خاصنا غير الشتاء. الله يرحمنا. فكما كتشوفوا معنا، اللهم بارك اللهم بارك، مشاهد جميلة هنا. نسأل الله الغيث، نسأل الله الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هنا كنشوفوا الإخوان، وحنا كنتواجدوا في هذه المنطقة النائية، هذه المنطقة الشبه معزولة اللي كتسمى الجبيل. هذه النقطة هذه جات كتواجد في إقليم الرحامنة. كما كتشوفوا الطريق اللي حنا غاديين فيها راه بيست، الناس مالي انا اللي مساكن خدموا عليها وضربوا عليها تماره. خلاص هنا ملي كيدوز الواد هنا كيحمل هذا الواد، راه كتقطع عليهم الطريق، الطريق راه كتقطع عليهم. المساكن عندهم جفاف، عندهم جفاف، كاين مشكل ديال الماء، الناس عطشانين هنا في الجبيل في الباشتة، الناس كيعانيوا في الصمت. كنتمناو من الجهات المسؤولة تحرك في هذا الباب. كنهضروا على الجهات المسؤولة، كنهضروا على جماعة عكرمة، جماعة عكرمة خاصها تحرك. كاينين الناس في الحفاية، في التراترة، في الطلوح، في الجبيل، في الباشتة، كيعانيوا في صمت رهيب. شوفوا معايا هنا الأرض عطشانة، قلة الآبار، الناس ما عندهاش الإمكانية باش تحفر الآبار، وهذه مناسبة باش نقولوا للناس اللي كيحفروا الآبار، راه الناس مساكن لقاو واحد البلاصة هنا فيها الماء الحلو هذا، ولكن ما عندهمش إمكانية باش يحفروا فهذه رسالة لكم. اللي ما قدرش يعاون غير يبارطاجي الفيديو، لعل وعسى ان شاء الله يبان وجوه الخير، وجوه العطاء، وجوه الرحمه، والله يرحمنا من عنده. النقطه اللي كنبغي ناكد عليها بالنسبه للجماعه ديال عكرمه، فمن العيب والعار الطريق على طول هذا البيست، واحد 45 دقيقه ديال الطريق، واحد الطريق راه ما فيها ما يتشاف، واحد الطريق اش غنقول لكم عليها. هنا حتى انا كتقطع الطريق بالمناسبه، الناس مساكن اللي كيشارجيو هنا وكيعمروا هنا وكيديبانيو باش يلقاو منين يدوزو. هنايا لا قدر الله ظلام الحال صافي، ما عندك فين تخرج ولا تدرج. يعني شي مرا مسكينة تزاد عليها الحال، شي مرا بغا تولد، شي حاجة في هاد القبيل، اللي مرض غير يصبر ويحتسب وان شاء الله راه يكون خير. هذا هو اللي كاين. فكنتمناو من الناس المسؤولة في جماعة عكرمة في اقليم الرحامنة انها تشوف من حال هاد الناس هادو. ما كنهضروش على اسره ولا عشرة ولا 100، راه كنهضروا على المئات ديال الاسر في هذه المناطق الجبليه. يعني كما كتعرفوا الناس في المناطق النائيه كتلقى كل بلاصه فيها واحد المجموعه ديال الناس، وشحال ما ضربتي الطريق كتلقى مجموعه بعيده على مجموعه تقريبا 8 10 كيلومتر. فشوفوا معايا الاخوان، شوف 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 هذو القنيطرات هادو، مني كيكون الماء كتطريق. هذه راه مدرسه، هذه كانت مدرسه هنا، مدرسه كانت هنايا بقات فيها غير الاطلال الاخوان، مدرسه كانت هنايا. واش غادي نقول لكم، الله يشوف من حال الدراوش هادو. حنا مستمرين ان شاء الله في الطريق ديالنا، وغادي نقربوكم من بعض الامور، غادي نقربوكم ان شاء الله من بعض الامور خصوصا الطريق. يعني كما كتشوفوا الاناره ما كايناش، مشكل ديال الماء. كنتمناو ان شاء الله يكون شي تدخل في هذا الباب هذا. شوف 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 شوفوا الاخوان، شوف غير وسط الجبال، غير وسط الجبال. وهاد الطريق هادي اللي فيها هاد الكودرون هذا، هنا الاخوان راني كنمشيو على اليمين باش كنخرجوا جهه السوق ديال تملات. الله المستعان. واش غادي نقول لكم، واش غادي نقول لكم، الطريق كتدي وكتجيب للاسف. وعلاش كنقول للاسف؟ لان الطريق اللي كدي وكتجيب نورمالمون كدوز فيها سياره وحده. يعني الا كان جاي شي واحد كنضطروا نخرجوا لليمين، واللي جاي كيخرج لليسر. علاش؟ واش حيت ما كاينش الطريق هنا، ولا كاين الحافه، ولا شنو كاين؟ انا الطريق ميسره في الاصل، خاصه يتم تعبئه الطريق للسيارات اللي غاده وجايه في الطريق. كنستغرب البلايص اللي كيفيض فيهم الواد هذا، والله ما دايرين فيهم قناطر بالله، غير مشارجينهم ومخلينهم جلوات كتقطع الطريق. هذا هو اللي كاين، هذه حقيقه. ربما لحسن الحظ وسوء الحظ في نفس الوقت، الشتا ما بقاتش كتصب هنا، الشتا قليله.
لسوء حظ الناس واللي حصل الحظ ما كتقطعش عليهم الطريق مساكن كيخرجوا يقلبوا على راسهم. الله يدير شي تاويل ديال الخير من قلب جبال رحامنا جبال شامخة سبحان الله. الجبال جات فيها مجموعة من الآيات هذه الجبال هذه اللي كتشوفها تبارك الله بهذا الحجم ديالها بهذا العظمة ديال الخالق في القرآن الكريم. الجبال كالعهن المنفوش الجبال غتولي بحال الصوفة كطاير. لا إله إلا الله. الله يرحمنا حتى حاجة ما دايمة وهذه حقيقة هذه حقيقة كنعيشوها يوميا. نودع العشرات من الأصدقاء والجيران والأحباب والأقارب. يعني هذه رسالة للمسؤولين ديروا علاش تلقاو الله ولا مقسم الله هي اللي غتكون. والناس اللي كتشوف راسها أنها في بعض المواقف تزيد تصبر وربي راه كيشوف كل شيء. هنا البلاكه لا قدر الله طاحت بحال هذا الشكل ولا هذا صافي بقات هكا البلاكه شنو كتعني الله اعلم كتبقى غادي انت وزهرك. شوفوا معايا الطريق كيفاش دايره الطريق ديال السياره الا جاي شي واحد راه الحمد لله انه الحركه كثيره ما كايناش في نفس الوقت. وصلنا هذه الرساله وفي نفس الوقت كنتمناو تكونوا استمتعتوا معنا بهذه المشاهد الربانية وهذه المشاهد الحية من قلب جبال جماعة عكرمة. هنا واحد مراكش تهلاو لي في راسكم ومبقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.